وينك ساحب على دي بي دي زمان عن دي بي دي؟ يا جماعة الخير أنا قايل لكم من بداية رجعتي للدي بي دي إنه دي بي دي شيء أساسي في القناة، ما راح أحذفها أو إني رجعت لها، يعني كيف أسحب عليها؟ لكن في أشياء تجي أهم، ألعاب تنزل جديدة، فيعني اعذروني يوم تنزل لعبة جديدة أو شيء بينسحب على دي بي دي كم يوم وبنرجع مرة ثانية، الموضوع بسيط. هلا والله، حياكم الله جميعا. اليوم يا جماعة الخير رجع لكم في دي بي دي مع الكيلر الجديد، نزل حرفيا ما صار نازل إلا 10 دقائق. شفت تريلر؟ قالوا البي تي بي موجود، حمل بي تي بي جرب. علمهم لايك واشتراك في زر التنبيهات ويلا نبدا الجيم. حبينا يا جماعه الخير اني انا ما قدرت اختار بلد مثل الناس ولا قدرت اختار ادونات ولا شيء، حطيت كذا شكل عشوائي لاني انا ترى قعدت تقريبا 40 دقيقه انتظر يدخلني جيم، وفجاه دخلني يوم رحت وجيت لقيت نفسي داخل، فقلت حط اي شيء اي شيء. كان باقي تقريبا 30 ثانيه يبدا الجيم، اي شيء حطيت ادونات عشوائيه، بيركات يمكن ما حطيت الا جلوت الوحيد اللي انا اخترته، الباقي حط بسرعه اي شيء يشبه الكيلر الجديد حط بيركو. اوكي ماب ذا جيم، حاطين ماب ذا جيم هم. يا اخي ليش طيب حاطين ماب ذا جيم يا اخي؟ يا اخي لماذا يا اخي؟ والله ثاني جيم لي في الكلر، اول جيم بوتات. اوكي الان يبدا الحقيقه. يا اخي تحس نفسك جار لك سياره يا رجل. انا ابغى اشوف شيء، ابغى اعرف هذا الكلر. روح الحقه. ابغى اعرف هذا الكلر يوم اني انا افعل البورت الحقتي السرفايفل كيف يشوفوني؟ جد والله يشوفوني وانا جايهم ولا لا؟ راح يسارهم ترى على فكره. طاح 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 هنا. قزر ايشا افا، لا تقولي في بلد نايمين. او ماي جاد طيح يلا. وينك؟ لفه فيه. الله احسبك سرفايفل. اوه ماي جاد يا خوي انت بس تمشي تمشي. ما بدا قبل نعمل بليتات. في بليتين فوق هنا الان رايح عليها خوي، البليتات الزينه بس بحاول ابلك لك اياها يعني اذا سمحتي. نزل تحت يا عمي، هذا يحب يمشوا. حطوا بيرك شو اسمه، شفتها هذه؟ شفتها شفتها، يا رب ما تشوفني هي. اوكي شافها ترى هذاك اليسار، شاف شو اسمه شخصية. ما طيحتيها ليه؟ ما طيحتيها؟ لا كمل 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 يسار تكفى. لا تدهار شيء والله تدهار ثاني. ترى لي زمان ما لعب، تقريبا اسبوعين ما لعب من اخر مقطع سجلته لكم، ما ادري اسبوعين ثلاث من وقتها ما لعبت حرفيا. الله شو اسمه مخفي. اوكي ادري انه وراي ترى، بس انه يعني لم استطع اني يعني اخذ راحتي بشكل عام. يا ما تساعد ها؟ ابغى اجرب الخضره، انا ابغى اجرب الخضره يا خضره مره صعبه اللف. تقعد تصارخ الحقه 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 يا بطيء. خلنا نحجر لها. راحت يمين. اوه ماي جاد بيضيع الضربه خلاص. له وقت حسافه يلعبون سرفايفل، راح يلعبون معاه نظام شو اسمه نظام ذيك، بس هنا اعتقد هنا يفرق الوضع. اوكي كذا انا كنترت البلت اللي هنا. ثاني والله سرفايفل ترى بالبابليك تيست ترى كويسين. لا يا اخي اهبل بوت اهبل ما يعرف يضرب.
ينعون خيرك. يا رب يضربه. تكفى صيده. خل منك فايدة يا أخي. هو قارني غير انه سرعته 4.6 بطيء. احس نفسي بطيء ثقيل طينه، احس نفسي قاعد اجر سياره حرفيا. ال الدبابه البشريه او السياره البشريه. اوكي. كلام غبي. قارني. قارني والله قارني. مشكلة ما حد قاعد يلوب معي بلوب مفتوح، لوب واحد، الأغلب يطيح البلد ويمشي. ضد ذولي كيف تتعامل وياهم ذولي؟ جد والله. هنا راح أستفيد أنا، هنا راح أستفيد، ليش ما أقدر أستخدم القدرة؟ سحب. عارفين؟ يخرب بيتكم ما صاروا الكيلر ساعة نازل. ساعة ونص تقريباً. كيف عرفتوا تكنترونه مباشرة تسحبون على البلد؟ ليه؟ أعطوني فرصة. أخيكم الصغير. أخيكم الصغير. يقعد الآن يفر هذاك هناك. اسحب عليه. ثاني قفط له واحد وحده هناك يا رب يضربها. شوفوا الحين الوقت الاخضر يطالع، هذا وقت الهند ترى. اساس اني بشيل. ها وين رحتي؟ ما راح تروحين بعيد. الحين معاه شوف البليتات، شوف البليتات يا هو يا ساتر مالك. اوكي ما عندي مشكلة، ما فيش مشكلة يا برنس. والله قاعد العب امون كيلر، والله سحبت على ام القدرة، قدرة بيض. إذا قفطك قفطك يا ساتر. اصبروا شوي علي. قومتوها. ما قفطوا. ما يقومونها. خلني اروح اشيلها يا هو. تكفى قول لي ما طيحت ال ما اقدر اسوي شيء هنا. يا ساتر. قلت هذه بيض. راقد ما تسوي شيء. لا تستهبلين انت. اوه ماي جاد انا ما طيحت، ما كسرت البلد. هذه متى طاحت البلد هذه؟ نايس بينك. والله نايس بينك. ما راح يمدي. كيلر ذا تعبان. تعبان يا زول، بس يلا حاطينهم ماب صراحة يعني. يعني ماب ترى ممكن يغير قواعد اللعبة. الان برجع العب. بس العب بيركاتي الخاصه واموري الطيبه يعني. انا خلاص بيختفي الهبل ذا، ما في اي فائده. اوكي هذا الجيم ان شاء الله يكون افضل، لاني ودي احكم على الكيلر وبنفس الوقت ما ودي احكم عليه لانه هو جديد يعني. يوم ينزل رسمي في اللعبه ونشوف كيف الوضع، لكن الان كمجرد انطباع اولي كانك قاعد تحرك دبابه حرفيا. ليش حطوا هذا الماب؟ انا حاط طيب كولد وينت. لا صح حطيت موري. يب حطيت موري. حطيت موري 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 موري. اوكي الان ترى غيرت الازرار عشان اقدر اتحكم بالكيلر هذا على الاقل اشوى. صراحة شخصية البوت ذي اللي تجيك ما عجبتني. بالنسبة للادونات اللي حطيتها الان، حطيت ادونين يساعدن بعض. في واحد من الكيلرات اللي معاه اذا رسبا اصير انا سريع لمدة 20 ثانية بنسبة 10%. المود الادون الثاني اخلي هذا الكيلر نسيت اسمه صراحه يرسبن باللوب حق الكيلرات اكثر من مره. وتعرفون في ثلاثه يرسبنون غيري،
اللي رسمنهم انا يصير من بين الثلاث مرات اللي رسمن هو يرسمن فيها مرتين، عرفتوا كيف؟ فيساعدني في السبرنت يعني باختصار. تعال يا اخوي، يخرب بيتكم يا شيخ، والله انكم تقهروني تقهروني جد، والله يقهروني حقين ببليك تيست، يدخلون باقوى بلد عندهم اقوى شيء. ايش دراك انه فينا بلد؟ والله ما شفته، والله ما شفته يا زول. روح يسار هناك يحاصرك النشمي. وش بتسوي الان؟ جد والله. تعال. هذا مساكين. هذا مساكين مساكين مساكين. اوكي. يا شباب. حبايبي انتوا داخلين بابليك تيست لازم تلعبون معاي، يعني نلعب مع بعض. نشيك على الكلاب. ترى ما في نقاط، ما في اي فايده، يعني كانك قاعد تلعب كوستم. اللي ما يدري بابليك تيست كانك قاعد تلعب كوستم، يعني ما في اي فايده تذكر. شفتك شفتك، بس انا بحط لك ما بعد يضيع لك قصيد. ساكن هنا الان، روح خوي روح روح، الله ييسر لك امرك. والله اللوب هذا طويل صراحة، تكفى قول لي في بلد في نهايته. هذا الماب يشبه ما باتل كولد ويند فارم، هذه بلد ترى باي ذا واي يعني. السلام عليكم. نايس نايس، هنا خويك طيح البلد قبل شوي مع الافس الشديد يعني، بس يبدي يتوصين بلد يعني زي ما شايف. انا هنا في بلد يعني. السلام عليكم. تبتي شيء الان اللاين؟ بطاتي نفسك الان. يا سلام، يا رب انك تشوفها يعني لين تستوعب انه موجوده هنا. الله انك ما تستوعب ولا شيء. شافها، تكفى امسكها، لازم تحط علم وتروح لها. حرام. اوه دريشة بلكو، طيط على طيط. اذا ضرب الدريشة حقته خلاص ما استفيد شيء حرفيا. هي على الاقل يعني بما انك معرق على الجنريتر يعني يا رب يشوفك. بيحط العلم لازم بعدين يضربه. تعالي. مش الجلتش اللي صار؟ انا كان يبديني اضربه ترى بس ما ضربته كذا يا اخي. انا دائما عقلي كذا يضرب يوم انه العب زي كذا، زي هذا عقلي يضرب على كيلرات ثانيه يعني، يعني يوم افكر انه انتقل بالروح. لا يا اخي ليش العب هذا الكيلر، اروح العب سبيرت على الاقل انتقل واختفي واضرب. مثلا عشان يطلع لي واحد ثاني زياده، لا يا اخي اروح العب اوني وان شوت اضرب ضربه واشيلهم. في 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 اكثر من من حل يعني. يعني اوكي كقدره ممتع يعني، ممكن ممتع، لكن انا ما اشوف فيها متعه لاني ماني عارف انها كويس. دقيقه انا علقتك قبل شوي ولا دقيقه ايش صار؟ والله ماني فاهم ايش صار حرفيا. ما ادري انت انا اقدر اشيلك موري؟ معقوله؟ معقوله خوي؟ معقوله اقدر اشيلك موري؟ هذا يا ما يناظر ورا بس يمشي قدام. ابغى اشوف الموري، ترى باقي ما شفت الموري ابدا ولا عارف عنها شيء، لكن توقعي بحكم انه مع اخويا فبيطلع اخوياهم. هذا المنطق يعني باختصار. ما يمديني حتى اضربك بالبنت حقك. يا رب انه يستوعب ويمسكك. ايه ايه لا 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 ليش؟ بخليه يضربك. بخليه يضربك واشوف شو يصير. او نايس.
في منك فايده يعني. طلع يخترقها بس طبعا ما راح يوصل. يب لازم ماني مخليه. انا هو مستانس بنفسه يحسب نفسه قاعد يلوبني. والله حرام والله يا اخوي اني قاعد اجرب الكيلر. والله والله اني ماني معرق زيك. الله يخليك. تمام لا اله الا الله. معقول انا ما شلته قبل؟ وش صار؟ في كذا جزئيه بمخي صار لها شيف ديليت. ضيعته سحبت عليه. معقوله؟ عجيب والله. والله اذا طيحته وسحبت عليه فهذه مصيبه بكل امانه. نكسر له يا ساتر. كسر له البريتات كلها لهنا. اي جيت اصلحته. خلاص تكي هنا تكي هنا تكي هنا. يا رب يشوفك. يا خوي والله ما في ضغائن بيني وبينك يعني. يعلم الله فيني انه انا ما بيني وبينك اي ضغينه. لكن عاد شوف الدم حق السرفايفل هذا حق الخنزير خليك تحس انه في كيلر هنا بيحمونك. يا رب يشوفك. ما يستوعب. في ديلي بسيط عند الكيلر اذا رسبن ما يخليك بسرعه. حتى ما راح اقدر اسوي موري. فضيحه فضيحة. ما اقدر اسوي موري. ما اقدر اسوي موري حرفيا. ما قدرت اسوي موري. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. وش الكيلر هذا؟ طيب اوكي ما يزعلان صراحة. يعني انا كل كيلر ينزل ابغاه يكون كويس. لا هذا كلام 2020 لكن خلوه اخف. خلوه اخف. خلوني احس نفسي قاعد العب ترابر. ماني زعلان. ابغى احس نفسي قاعد العب ترابر يعني كيلر. كيف اوصف شعوري وانا قاعد العب بالكيلر؟ احس في ثقل. في ثقل. ما ادري هل هم مستقصدين ولا عمليه تطوير الكيلر كانت يعني فيها مشكله ولا لا. بالنسبه لي هذا الكيلر يا جماعه الخير والله ما اعرف شو اقول. يعني ضايقني بطئه. وهو ترى سريع رفع 6 لكن بطء التحكم فيه. يعني احس نفسي قاعد اجري سياره انا قاعد امشي. بالنسبه لقدره الكيلر اللي هي تستدعي الجارد، في عندك 3 جاردات. جارد واحد منهم سريع بس ما يخترق درايش، وفي ثاني نظام نظام شبح يخترق درايش، وفي واحد ثالث صراحه ما اعرف شو نظامه الان. ابغى العب زياده عشان اعرف نظام الكيلر الثالث. هل هذا الكيلر يعتبر تصنيفه عالي يعني يتصنف مع الكيلرات القويه؟ لا صراحه من جيمين لعبتهم لا ما اشوفه صراحه قوي. اشوفه عادي جدا يعني. اذا سرفايفل لعبه من متوسط الى جيد راح يتعبك. راح يتعبك لانك انت راح تحاول انك تنزل القدره حقتك. هو يسحب على المنطقه ف الكيلر حقه كذلك نزلته انت ما يسوي له ديتيكيشن انه يقفط مكانه يعرف مكانه. ف راح تصير تلعب كانك ام 1 كيلر. ف يعني ممكن ما يفيدك صراحه يعني. لكن يا نزل رسمي نعطيه فرصه وبنجرب. نعطيه فرصه لانه الان صراحه بابليك تيست كل نص ساعه تدخل جيم بتمل. لكن يوم ينزل رسمي بعد 20 يوم كل 5 دقائق تدخل جيم تقدر يعني تحكم صح وتعرف. فان شاء الله تعالى انتظرونا في يومك معي كنايت ان شاء الله تعالى ينزل رسمي ونعطيكم وقتها التقرير الشامل صح عن هل هو يسوى ولا ما يسوى. لكن هذا كان تجربه الجيم. الله يسعدكم جميعا. شكرا لكم مشاهده لهذه النقطه. في نهايه كل مقطع قولوا معي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بحط الموري في بدايه المقطع. بدخل الان ضد بوت وبجرب الموري. السلام عليكم.